أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة للتبرع بالدم من أجل الأشقاء الفلسطينيين بميدان المحطة بمدينة أسوان. تم إجراء فحص شامل وذلك للمتبرعين للتأكد من التمتع بالصحة دون أي خطورة عليهم. احنا النهارده بنشارك بالحمله باقل يعني اقل اللي نقدر نقدم بيه النهارده، فحاولنا ان احنا نضم الشباب تحت مظله التحالف الوطني ونعمل تبرع حمله تبرعات بالدم لاخواتنا في غزه عشان نشارك في القضيه الفلسطينيه تحت مظله وقياده القياده السياسيه الممثله في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا النهارده يعني اسوان بتمثل ملحمه كبيره في مساله التبرع بالدم لاشقائنا في فلسطين. طبعا تبرع الدم واجب وطني، والمصريين عرف عنهم ان هم دائما سباقين في الخير، وطبعا معروفين انحيازنا للقضيه الفلسطينيه ودعمنا الكامل لها. احنا نازلين النهارده عشان نشارك في حمله التبرع بالدماء لاخواتنا الفلسطينيين، لاننا احنا بنشجب وبندين كل الانتهاكات والتعديات على اخواتنا الفلسطينيين.